السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى مو أخيا أخرى وياكم. اليوم حكيت كثير فلهذا أخربط بالكلام. نلاحظ أنه هو عمل ديسكفر بالكامل، انتهى فينيش السيرش كاملة، أظهر عندنا طبعا هذا المخطط القديم لأنه هذه الكمبيوترات هي كانت أصلا يعني غير موجودة. ريموف، أوكي إحنا ما بنحتاج هذه الكمبيوترات، أوكي إحنا المهم عندنا النيتورك لأنه هذا بيكتشف كل الكمبيوترات الموجودة. ريموف لهذا، كذلك ممكن نعمل ريموف لهذا لأنه هذا بعد كمبيوترات بعيدة، أوكي هذه كلها بالنتورك بيكتشفها لأنه كمبيوترات بعيدة ما عدا النتورك المايكروتيك. إحنا فكرتنا هي المايكروتيك. لاحظ في المايكروتيك في عندك مجموعة كمبيوترات، أوكي في عندك هذا الكمبيوتر، في عندك هذا الكمبيوتر، في هذا وهذا السيرفر نفسه 192.168.1.0.124 عفوا ليس السيرفر وإنما النتورك، أوكي الشبكة بأكملها، لانه السيرفر هو هذا 192.168.1.1 صح. زين كيف اني استطيع انه ارتبه بشكل افضل؟ لو ضغطت على هذا السهم، في هذا السهم ممكن لاحظ ارتبه بشكل متناسق صح. لاحظ ارتبه بشيء جميل. لاحظ ايضا يظهر لي الار اكس قديش والتي اكس قديش، اوكي وممكن اجيبه بهالشكل، اوكي لاحظ، او ممكن هم اعمله بهذا الشكل. هذا هو السيرفر وهذا ايضا الكمبيوترز، جميل جدا. في عندي هنا ايضا هذا NSA، لاحظ ليست من هذا المجموعة فلهذا يظهر منفرد بشكل منفصل. هذا ايضا اللي هو الوان، اوكي فاذا انت عندك هذا السيرفر الرئيسي بيدخل على هذا النيتورك اللي انت قمت بتوزيعه، وفي عندك هذا الشيء، جميل جدا. زين شو الاشياء اللي انا ممكن اعملها او شو الاشياء اللي ممكن انا استفاد من عنده؟ طبعا هذا هو السيرفر، هذا هو البي سي، اوكي مثلا لو عملت رايت كليك على اي حاسبة في عندي السيتنج. في السيتنج ممكن لاحظ هنا في عندك النيم، في عندك الاي بي ادريس، الدي ان اس لوك اب، ما في عندك دي ان اس لوك اب. طبعا احنا شرحنا في دورة سنتوس كيف تعمل دي ان اس، فممكن انه انت تعمل السنتوس دي ان اس وحتلاحظ انه فيها ماك ادريس، اوكي وهنا الماك اي بي، حتلاحظ في انفورميشنز كثيرة. السيرفيس الستيتس اب، لاحظ انه شغال ما عندك مشكله. الايجنت سيرفر الاس ان بي، في عندك هنا البول، في عندك السيرفيسز هنا الشغاله، لاحظ السيرفر السيرفرات الشغاله هون، في عندك الديوت، في عندك النت بايوس، وفي عندك البينج شغاله، اوكي هذا منو؟ هذا محمد ويندوز اللي هو حاسبتنا احنا. ليش بيظهر الديوت؟ اوكي بمعنى انه هذا الديوت نفسها، اوكي هو الديوت نفسها. ماي جاد انا شو عملته؟ الديوت نفسها. زين setting service، اوكي وفيني اضيف انا سيرفيس اخر، يعني مثلا خلينا نقول عندي فت سيرفيس مثلا اسمه FTP مثلا، اوكي ديفولت ما عندي اي شيء اغيرها، حامل عليها اوكي. هون بيقول لك انه كونكت فيلد لانه انا اصلا ما عندي FTP في الويندوز، هذا هو الويندوز، اوكي ما عندي FTP خدمه FTP فيها، فلهذا يظهر لي فيلد، اوكي هاي في حالة اذا انا كنت احب اضيف سيرفيس اخر، بس لكن انا استخدمت الطريقه البطيئه اللي هو بيكتشف كل الخدمات الموجوده. فممكن اعمل له بينج، ممكن نت بايوز، وممكن ايضا ديوت. الاوتج اوكي ريسولفد، في عندك اوتج في هذا الوقت. اس ان ام بي هيستوري، اوكي هذا التاريخ الهيستوري، البينج الديوت هذا، وعندك البينج هذا الترافيك، اوكي وفي عندك ايضا النت بايوز، وفي عندك ايضا تولز هون، اوكي يعني مثلا ممكن انا اعمل له بينج، اوكي لاحظ بيجي لي بينج، بيجي لي بينج، ممتاز ممتاز ممتاز، اوكي ومن هنا ممكن تحدد الباكيت سايز، من هنا تي تي ال، اوكي ومن هنا الانترفال، وهذا هو الادرس لحاسبتنا اللي هو محمد ويندوز، اوكي فانت فيك تعمل ستوب كلوز اشياء كثيره، اوكي تريس روت، اوكي ممكن تعمل تريس روت ستارت، اوكي بس لكن هنا ما عندك شيء لانه هو ليس خارج يعني ما بيعمل هوبينج كثير حتى تعمل تريس روت. ممكن في اشياء كثيره ممكن تفتحها كوين بوكس لكن ما يدعم هذا الشيء. تيرمينال ريموت كونكشن تورش باندويث تيست، اوكي لكن هذا التول فقط يشتغل في الراوتر لهذا ما بيسمح هذا الشيء. وفي عندك هنا التولز، فيني اضيف التولز بانواع انترفلز، لاحظ انواع واشكال التولز اللي ممكن استفاد من عنده، يعني البرنامج رهيب بشكل عام، اوكي برنامج رهيب. خلينا نشوف التايم، ممتاز. وفي عندنا مثلا هذا الكمبيوتر الاخر، خلينا نشوف هذا الكمبيوتر من هو. لو اجينا على السيتنج، اوكي في الجنرال بنلاحظ انه النيم هذا، طبعا هذا هو الاوبنتو اتصور. نرجع هنا مثلا نروح على الاوبنتو ونكتب هون محمد،
اوكي يعني مثلا خلونا نشوف الاي بي، ممكن نعمل تحقيق من هنا بالاي بي. طبعا هذا هسه حاليا الرام انا معطيه الاوبنتو 512 وشغال اي اف كونفيج. زين خلينا نشوف لا 52 اي بمعنى هذا هو السنتوس. اوكي السنتوس اللي هو هذا انتر. اوكي محمد جميل، حامل كليك كابتشر، نذهب هنا، نذهب للتيرمينال وممكن اكتشف هنا. طبعا هو اكيد السنتوس لانه ما فيهم ما في حاسبة اخرى شغالة. اي اف كونفيج اوكي، في عندي اللوب، في عندي هذا، لاحظ 53 اوكي 53. زين هذا اضغط كنترول حتى اكون خارج النافذة. 53 اذا هذا النيم كان المن كان لي السنت او اس. اوكي اعمل ابلاي، اعمل ابلاي، لاحظ تغير الاسم الى سنت او اس. اوكي تغير الاسم الى سنت او اس. كذلك لما اعمل عليها كليك او عفوا ليس كليك، مجرد اضع المؤشر عليها حيظهر لي الترافيك. اوكي حيظهر لي الترافيك اللي بيذهب له والاتش تي، لاحظ بيستخدم اتش تي بي السنتوس اوكي و FTP عندك هنا. خلينا نشوف السيرفيسز اللي اكتشف فيها. مثلا السيرفيس اوكي، في عندك FTP شغال، في عندك HTTP شغال، في عندك بينج ايضا شغال. اوكي وممكن هون من التولز يعني مثلا اجرب ال FTP، لو ضغط على FTP لاحظ بيفتح لي ال FTP لهذا ال IP. اوكي بيفتح لي ال FTP لهذا السيرفيسز. اضف الى ذلك انه في التولز ممكن انه افتح الويب اوكي Team Creative Agency اوكي من الويب اوكي بيظهر لك. تذكرون هذا في دورة السنتوس وبقتها انا شرحتها اذا تذكرون، لاحظ بيظهر لي اي بمعنى انه بيدعم ال HTTP. في عندك ايضا شو هذا السكان اوكي ما نحتاج هنا السكان، وممكن اعمل ايضا لا not use، نعمل ايضا ping اوكي بيعطينا البينج تايم للبينج. فاذا في اشياء كثير انا ممكن استخدم في الديود. الديود حقيقة في شيء رائع جدا. فهنا الاوتج كم مرة تعمل الاوتج للسيرفيسز اللي كان موجود فيها. اوكي هون ممكن تضيف اي تول انت بدك. اوكي انسرت اي تول انت بدك له، ديفايس يوزر نيم واشياء كثيرة. كانسل كانسل، لاحظ مجرد اعمل عليها الماوس فقط فوقها يظهر لي كل الاشارات. لو نجي على هذه الحاسبة الاخرى، هذا الحاسبة هي كانت لي السيتنج، هي كانت لي من كانت لي الاوبنتو صح. فهنا أنا ممكن اعمل لها ابلاي تحولت الى اوبنتو. وفيك انه السيرفيس هنا أنا فقط عندك بينج، اوبنتو بيسمح لك فقط في البينج لانه السيرفيس البقية غير موجودة. خلنا نعمل بينج، نلاحظ انه من اوبنتو بيجينا بينج اعتيادي ما عنده مشاكل. مثل ما قلنا انه ممكن نتغير هنا الباكت سايز، التي تي ال، نشوف التايم، وقف، نكمل الدرس القادم. مع السلامة.